بلونه الذهبي ولمعانه العسلي السائل ورائحته التي تفوح زهرا، رائحة دعتنا إلى زيارة محل عمي عبد القادر. عمي عبد القادر له مع قلب اللوز حكاية وألف رواية. بدات كنت نخدم أنا في الخبز وكذا لي زاني 80 كذا ياك، ومن بعد ما قدرت لهاش شغل عييت. جاني محمود سرير الله يرحمه في لاكاسبا، قال لي بدي تجي تحكم لي الفول، دي ماما تعرف طيب صافا دير ساهل. رحت ومن بعد دخلت في المهنه هذه ديرك بيان سور لاكاسبا قاعد تجيني باب زوار بارتو يجي بارتو. قلب اللوز اقترن اسمه بالأعراف والماضي، فتنافس عليه محبي التحليات. كاليتي اللي يخدم بها باريجم سيرتو باسي سمان وكذا، سي دي بون كاليتي سي مون. خاطش قلب اللوز واشنو قلب اللوز؟ سي لو غو، ماشي دقيق وسكر ما درنا والو. الناس كاع تعرف تخدم دقيق وسكر، باش تكون عندك كاين كليونتال الاسم وكذا لازم تخدموه بالطبع. ما هي الوصفة السحرية لعمي عبد القادر؟ الحواج تاعو، الدوزان تاعو، مظهر تاعو، السمن تاعو، الشب تاعو وكذا ما يتبلوش. وطياب، طياب كيما شربت لازم تطيب على قانيها، ماشي غير تلقاي غلات خلاص في الفرن وروح، ماشي هكذاك، لازم تطيب بيان. يبارك فيك، داير دقيق البلوز تاعي دقيق تاعي القديمة، صح؟ شتي لوكو تاعو؟ يحضر لفترة وجيزة ويغيب لمدة أطول، إلا أن الوفاء لقطعة قلب اللوز لم يمحيها الزمن الذي كان ولا زال بسمة خلال الشهر الفضيل.